بسم الله الرحمن الرحيم وحن مهد إلهي وحن هالكن نبدانيكي وزيركي تريلك محمد عبد الله عمر إن أن نقر ونقلوين باع مشتريا وحقا أن هرون نوغي من دوتوني إن أن وضح هذا الله دي سيرا سيوسي نحق الله سفي عم بحضر الله سنقول لما ذين وحقا أن نقر نمان بدن وحق ميديا كسورة أو وول ستريت جورنال كا يا فاينانشال تايمز كا يو إذا عرف ربضان إيا تي في دوني إلينا لا حريران نغور إسان وطن كسوما اللان تاسان سفي عم بين نقول لما سي هذه أدوان وفر حسان هاي سيدا نقول قب سومين فيزيت كي غني بكان وكر نميت وانا نقول قفر حسان هاي إن هذه أد كميونتي نسفي عن نو سودو بسي سأولا سعوتان سي أن أنتو وحي نوقبتي إنا نلوكو لنو حنو ملاي دكين تود بدنوي داوضين وحي هذه أد سوكو كمبرغرين دي باتصدا فرحة بدن حمر كتاقن يا قسك كتاقن أما هن نقطة هوب كان لقي من الشباب كا أما هن نقطة اللي بعثوين كفر بدن أوطن كا عايزة يسيد أوطن كيلو نبض وها لوري لاتنك سنة قدم بيجي أي يسوي كمباريس نص مليون تاسو يجا ورئيستيني واحد مارتي يود هذا الله دي سمال لان دي سمال يهال كي مريان هرو مركي نالكو قاري مركز سفي عم نقوار هني ونش يجني إن سمال لان تهاي وطن حرقة ومدح بنان وقارو تهاجن وشعلين دتك الصومالية ليا لت علاقات ولا تنما وشار نما لكن لبا وطن أو كلا قديسن أو ولا نما كده حيسان نقول شارة حيسان أدي حقو صارنا وحنا نقولش هنا وده هذلا ده أنا وده هذيل هاي نلقفته أي كده بين دونان سيدان لبا وطن ولا لا نقول إنه صومال لان دتك هذا جوستي إن جاري شو تاجان وحلاقة نقول كرنا معها ومد صومال لان مسير كده إذا جاري تاسان وكو تاغيرنا حكومة يعيد حكا بدلي سانا ما جرتو مركا دادك الرئيس ومال قرن كاي غوستين ايان حين لغا ساري هينا نو دق دق سيدي وقود اخصب بدن انو الى هاي وقا قادنو الى انو قار شو تاغنو وحان لالا يهي بريتا دي لهاي النفتي يقو قار سيو انا الله كل مدد فرا بدن وي كمي دي هين افريكان يونين كي يقار نمان انباسي دورها حان لغا عبان الله كل مو قولدن للا اي يو هاي لبل بانل كا وي كمي دي هين مدحوين ايال ولدونا انو كسو عسونا وطنكا marka insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan u dhaqaajino qadiyada Soomaaliland oo aan cid kasta u sheegno in Soomaaliland diyaar u tahay inay ka qayb gasho caalamka international ka ayadoo madax banaan lugaheeda ku taagan kana midna caalamka international community dadka reer Soomaaliland khaasatan diasporada waxaan farayaa inay qadiyada Soomaaliland tahay qadiyad inaga wada dhaxaysa ku yar iyo ku weyn meel kasta ay joogaan inuu yahay safiir noo maqan in qadiyadeena aan u sinaano wada iibino dagaal ka galo oo nin kastaaba aaminsanaado in xil ka saaran yahay qadiyada Soomaaliland sidii loo iibin lahaa dadka reer Soomaaliland gudaha ku jira waxaan xusuusin lahaa mar labaad inay ogsoodaan xilka weyn ee wada saaran ummada ahaan inay noqoto qaranimadeena wadaninimadeena midnimadeena oo aanu iska dhaafno wada hadalladan gudaheena qaarta macnaha lahayn aanu ka fikiro sidii dalkeena wuxu noqon lahaa shaqo loogu heli lahaa dhaqaalaha la kordhin lahaa itiraaf la raadin lahaa haddii aan waxan loo sinaan oon meel looga soo wada muuqan oon dadku meel uga soo wada jeedin meel gaadhi mayno marka ku yeeriyo ku weyn qof kasta oo Soomaaliland jira rag iyo dumar iyo caruur iyo ciroolaba waxaa laga rabaa in ay qadiyada Soomaaliland ay tahay mid muqaddas oo aan u sinaan oo meel looga soo wada jeedo uu qof kastaaba yahay wasiirkeedii iyo safiirkeedii iyo ninkii qadiyadeeda iminayay sidaas aan dadku la tahay.